تمام. سيد إبراهيم، الاتفاقية تثير الجدل، وأيضا اعتبرها البعض بأنها انتهاك للسلطة الليبية أو السيادة الليبية خدمة لأمن أوروبا على حساب بكل تأكيد الدولة الليبية، فكيف تعلق على هذا الكلام؟ أولا أهلا بك وأهلا بمشاهدينا الكرام. في الحقيقة الاتفاقية الموقعة بين المجلس الرئاسي الغير شرعي حتى الآن، نعم، والغير دستوري والغير قانوني حتى هذه اللحظة، وأن يتم أو أن يقوم باتخاذ إجراء توقيع اتفاقية تحدد مصير دولة ليبيا وتلزم ليبيا على مدى الفترات الطويلة، هذا أمر غير قانوني أيضا، لأنه يتخالف حتى مع الاتفاق السياسي الذي جاء بالمجلس الرئاسي نفسه. هذه من ناحية، لأنه هو غير قانوني بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، تعارض مع الاتفاق السياسي الذي جاء به ومواد الاتفاق السياسي. نعم. ثالث شيء، أن هذه الاتفاقية تتعارض مع اتفاقية الصداقة الموقعة بين ليبيا وإيطاليا في عام 2008 30/8/2008. هذه الاتفاقية يعني للحد من المهاجرين غير الشرعيين التي تلتزم بها إيطاليا تركيب منظومة لأمن الحدود البرية الليبية جنوبا، بالتعاون مع أو بالمناصفة بينها وبين الاتحاد الأوروبي للحد من مسألة الهجرة الغير شرعية. إذا طيب، نحن الآن في إجراء جديد وتجاوز جديد من المجلس الرئاسي يضرب به استقرار الدولة الليبية، يلزم به الدولة الليبية على دفع مصاريف وتكاليف، وأيضا غير هذا هناك آثار سلبية كبيرة جدا بهذه الاتفاقية، من بينها عملية توطين للمهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا. الآن أنت تفتح لهم، أو المجلس الرئاسي يقوم فعلا بفتح ليس مراكز للإيواء المهاجرين غير الشرعيين، إنما يتحدث في هذه الاتفاقية بشكل واضح وصريح، ويقول أن فواعية لمن يرغب بالعودة إلى دياره من المهاجرين غير الشرعيين يتصدر فواعية. يعني أنت الآن مهاجر غير شرعي، أوروبا ترفضك، وأنت تحول بلدك أو تحول وطنك إلى ساحة أو مستنقع أو مكب نفايات لهذه أسبع الكلمة. يعني أنا خلينا حتى لا يعني للحديث بشكل واضح، أن تفتح مساحة كبيرة جدا للمهاجرين غير الشرعيين بأن يكونوا وطنهم الحقيقي هو ليبيا. هناك مشكلة حقيقية الآن، هناك مشاكل اجتماعية ومشاكل أمنية ومشاكل صحية تترتب على وجود المهاجرين غير من العابرين عبر ليبيا، فهذيك بأنك أنت تستوطن فيها داخل هذه الدولة. هو في هذه الحالة سيد إبراهيم يزيد الأمر سوءا في ليبيا، خاصة وأن ليبيا وهذا لا يخفى على أحد لازالت في صراع، ليبيا لازالت مضطربة. نعم، خصوصا حتى يعني سيد الكريم للتوضيح ان معابر الهجره غير الشرعيه هي المنطقه الغربيه تحديدا، نعم، زوارة وغيرها من مدن المنطقه الغربيه هي المعابر الرئيسيه للمهاجرين غير الشرعيين. فانت بهذا الشكل تجعل من هذه المناطق التي لا تخضع حتى الان الى استقرار، او لا تخضع حتى الان لشرعيه الدوله فعليا، لا يستقر فيها الامن والاوضاع المعيشيه والخدمات الحكوميه، لا يستقر فيها شيء، تحولها الى مكب لهذه المجموعات. يعني انت يعني من مسد ان فيها مشاكل ومسد ان تجيب فيها المهاجرين غير الشرعيين وتوطنهم في هذه المناطق كارثه حقيقيه. الان في طرابلس تحديدا هناك مشكله اجتماعيه كبيره، وهي عمليه زواج ليبيات من جنسيات مختلفه وجنسيات افريقيه، وهذه مشكله اجتماعيه يعني حنصرفها في المستقبل. فذيك انك تدعهم يستوطنون داخل هذا البلد امر خطير جدا. الاتفاقيه هذه سلبا على ليبيا، هذه الاتفاقيه بالعكس يعني تتعارض مع كل القوانين الليبيه وحتى الايطاليه. الان الصحافه الايطاليه خرجت في تصريحات واضحه وصريحه ترفض هذه الاتفاقيه وتقول ان طيب سيد ابراهيم، نعم سيد ابراهيم، شكرا جزيلا لك. ابراهيم بلقاسم مدير المركز الليبي للاعلام وحريه التعبير، شكرا جزيلا لك.